في نظام نماري. نعم. ده بيدخل في موضوع طويل. انت لو كنت عايز تتم لك النقط اللي بيكون فيها التطوير نتمها، لكن بس يمكن ان نقول بس في دي حتى ارجع القضايا الحديثه اللي ممكن اطلع عند موضوع ده كله يجيك. نعم. نمشي لك في موقفنا من النظام ولا انت ملك السؤال الاولاني؟ كيفك اذا كان ايجاز نمشي. طيب انت برضه اذا عايز الايجاز انا اقول لي اسهل برضه، لكن انا كنت عايز اوفي لك بال يعني تعرف ليش انا حريص على انه اقدم صوره ايضا تكون مضبوطه ومهضومه. كلام صحيح، كلام صحيح. اذا كثرت عليهم راح يكون على اساس ممل لهم، لانه في بعض القضايا اللي راح اللي لازم اقدمها، مثلا رايك انت من الصلاه، كل حاجه ممكن نجد. نعم موقعي احسن، فلذلك نجي على قضايا انيه. هو بقى شوف الموضوع ده جدلي إلى حد ما. نعم. يعني الرأي ده ما قيل به عبر تاريخ الإسلام، ولذلك إذا كان في إيجاز مخل ما مقعد يجوز ما يمشي في اتجاهك اللي أنت عايزه. صح. الشاهد نحن نرجع سؤالك عن النظام الحاضر ونمشي في موضوعنا. نعم. طيب نحن إذا دعاة لتطوير الشريعة من آية الوصايا إلى آية الحرية والديمقراطية اللي بتمارس، وما في وصايا من احد على احد. نعم. الوصايا بالقانون على كل الناس. نعم. هذا فيما يخص السياسه. فيما يخص المراه، الاجتماع، المساواه بين الرجال والرجال في الملل المختلفه، المسيحي والمسلم والبوذي في الحقوق الوطنيه يجب ان يكونوا مساويين. المساواه بين الرجال والرجال، المساواه بين الرجال والنساء. وده عندنا برضو عتيد وحاضر في الإسلام، خصوصا أمر المرأة. أمر المرأة جاء في القرآن المدني: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يمشي للحد ده، القرآن المدني وقامت عليه الشريعة. لكن القرآن المكي يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كأنها مخاطبة في الحقيقة بلغة العصر الحاضر في مسألة الأجر المساوي للعمل المساوي. لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات. دي يجي تطوير برضه في الوضع الاجتماعي، أن النساء والرجال أمام القانون مساويين، ما فيش وصاية من أحد على أحد ولا قوامة من أحد على أحد. دي المسائل الثلاثة اللي بتحتاج لتطوير في الأمر ده بصورة ظاهرة. يمكن ده يعطيك صورة في دعوتنا، دعوة إلى تطوير التشريع من الآيات المدنية إلى الآيات المكية وفي المستويات بصورة خاصة. التشريع كله ما بيخضع للتطوير، مثلا القصاص والحدود ما بيدخل فيها تطوير الا الشيء طفيف يجي من ملابسات العصر، زي مثلا السارق بتقطع يده. نعم. راح يظل بتقطع يده اذا قام عليه الركن، والركن انه يسرق النصاب، اذا سرق اقل من النصاب ما بتقطع يده. النصاب اذا سرقوا يسرقوا من الحرز، فالحرز معناها المحل اللي هي مخفية فيه ومحفوظة فيه، وبيشعر أنه إذا عايز يشيل منها يخشى أن يشوفوه الناس، وده حرز. فإذا أخذ النصاب من الحرز برضو ينظر فيه هل هو جايع، فإذا جايع لا تقطع يده والركن ما قام. بعدين إذا ما جايع ينظر فيه هل هو مجنون، إذا مجنون ما تقطع يده، يعالج. هنا يمكن التطوير اللي بيدخل في الحدة هو مقدرتنا نحن على معرفة أنواع الجنون شنو. في جزء زمان ببساطة يعني اللي ما بيمشي عريان ولا يجدع الناس بالحجار ولا كده ما يكون مجنون، لكن في أنواع خفية من الجن تعتري الواحد في وقت معين. يعني في ناس إذا شافوا حاجة إنسان غيره ما يملكوا أن يعتصموا من أن يأخذوها، ده نوع من الجنون برضه. هو عفوا كلامك، بعض اللي التقينا فيهم من الناس اللي عن الجمهوريين يصفوك بنفس هذا الشيء. يصفوني بهذا، يقول ايضا هو رجل متزن ولكن قد يكون في نوع من الجنون.
وانا اسف اقول الكلام طبعا. لا انا ما عندي اي اعتراض. احسنت بس اسمح لي ان اقول لا ما عندي اي اعتراض. اي نعم. ويجوز في نوع من الجنون. لا عفوا. لا وانت قال السيد احمد البدوي سيد احمد البدوي بس افراد برضو ما في ضرر منه. نعم. ولقد وصفوني بالجنون جماعة. نعم. فقلت لهم بيت لسامعه يحلو مجاني إلا أن سر جنونه عجيب على أعتابه يسجد العقل. ففي نوع من الجيزة إذا هذا حقيقة اللي